شبيبة القيروانية في تنقل صعب للرادس، تنزل ضيف على التراجي، الباحث على انتصار التأكيد بعد 3 نقاط لجنيهم في حمام الأنف. تشكيلة ديمورايس شهدت غياب مفاجئ للبرازيلي كروز. الغياب كان اضطراري، كروز شعر بأوجاع في الصباح، خيرنا إراحته، إن شاء الله يكون حاضر في اللقاء القادم. اللقاء كان في اتجاه واحد، التراجي هاجم وجي اس كاي اختار التكتل الدفاعي، وكان واضح أنه أبناء لوك إيمايل جاءوا للرادس من أجل نقطة التعادل. دون جاس نبض يانيك منذ الدقيقة الرابعة يهدد مرمى القلعي وكورتو في الشباك الصغيرة، ثم إيدوك ما يستغلش عمل كبير من إدريس المحيرسي ويسدد في دين علي القلعي. حارس شبيبة وصل تألقه في بداية هالشوط، تصدي الكرة شمس الدين السامسي اللي رجعت أمام المحيرسي، لكن هالأخير يتباطأ. الترجي رغم ضغط الهجومي أظهر بعض الارتباك الدفاعي خاصة في صعود بالكرة، واللي كاد يكلفه هدف في مناسبتين، لكن لا المهذبي ولا سليم الجديد عرفوا يستغلوا الكرات اللي أتيحت لهم، ليعود بعد ذلك الترجي للهجوم عن طريق الكرات الثابتة. يانيك في مخالفة أولى يسدد فوق العارضة، والمحيرسي في الثانية يضرب الكرة على القايل. الراقد بدوره يجرب حظه من بعيد، لكن تسديدته تمر جانبية. علي القلعة يكمل الشوط كما بديه ويتصدى الكرة إيدوك الرأسية وينهي الشوط على تعادل السلبي. الشوط الثاني ينطلق بتعويض اضطراري للترجي، سامي هلال ياخذ مكان بن شفيفية المصاب. في الكونتاكت تاع نسيم جديد معناتها حسيت بوجع، ما الوقت قاعد يمشي معناتها الوجع قاعد تكثر، واحد معناتها خايف معناتها باش يخرج معناتها ونكو معناتها على بليسيور معناتها توليش اخر من هكاك. على غرار 45 دقيقة الأولى الترجي يدخل بقوة، غيلان الشعلالي لمهد ليانيك اللي سدد وكورته تضرب على القايل. المحيرسي في المتابعة يخطئ المرمى. أمام الصمود الدفاعي للشبيبة ديمورايس يقحم هيثم الجويني كمهاجم إضافي مكان السانتي. الفرص تتعدد للتراجي، لكن التركيز غاب خاصة في ظل التعويل على التسديد من بعيد. دقيقة 74 جويني يقود هجوم بمفرده، يراوغ 2 لاعبين ويسقط في 18 متر. محمد سعيد الكردي ينظر للتمويه اللي عجز عليه العمل الجماعي تنجح فيه الفنيات الفردية. دقيقة 78 سامويل إيدوك تسديدة رائعة يباغت دفاع الشبيبة ويغالط عليه القلعي، يفتتح النتيجة ويمضي بالمناسبة على الهدف الأول ليه بقميص التراجي. أنا فرحان بالهدف خاصة أنه الأول ليه في البطولة التونسية. هدف عجلت الشبيبة على تداركه رغم بعض المحاولات، لكن الأخطر في الدقائق الأخرى جاء من أقدام يانيك نيانغ اللي مرة أخرى يفشل في مغالطة علي القلعي. 1-0 هي النتيجة النهائية للقاء. الشبيبة تتكبد هزيمتها السادسة في هالموسم، وديمورايس يحقق العلامة الكاملة في 2 لقاءات الأولى ليه مع الترجي.